الثانية عشر ظهراً بتوقيت القاهرة، نشرة مفصلة من عاصمة الخبر. أهلا بكم، وبدايتها بأبرز العناوين. الرئيس المصري ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وزارة الخارجية الفلسطينية تطالب بموقف دولي أمريكي حازم لوقف التصعيد الإسرائيلي. روسيا تقول إن الدول الغربية لم تقدم أي مبادرات جديدة لحل الأزمة الأوكرانية. أهلا بكم إلى التفاصيل، حيث استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القاهرة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس بأن بلينكين ناقش مع السيسي سبل خفض التصعيد والتوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأضاف برايس أن بلينكين أشار أيضا خلال لقائه الرئيس المصري إلى أهمية الدعم الدولي الموحد لإجراء الانتخابات في ليبيا، كما سلط الضوء على أهمية الاتفاق السياسي الإطاري لتحقيق التطلعات الديمقراطية للشعب السوداني. هذا وعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري جلسة مباحثات موسعة مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين. ومن المقرر أن يعقد شكري وبلينكين مؤتمرا صحفيا مشتركا بمقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين وصل أمس إلى العاصمة المصرية في مستهل جولة بالمنطقة تشمل أيضا إسرائيل والضفة الغربية. هذا وتصدر ملفات بلينكين خلال جولته مناقشة سبل التهدئة في ضوء التصعيد والذي تشهده الأراضي الفلسطينية. ملفات عدة على مستوى عال من الأهمية تحملها جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، تتزامن مع تصعيد الأوضاع في الأراضي المحتلة. زيارة بلينكين إلى المنطقة تهدف إلى التشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الدولية والإقليمية، بما في ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية وملف إيران والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والحفاظ على حل الدولتين، بالإضافة إلى موضوعات أخرى. ويسعى وزير الخارجية الأمريكي في اجتماعاته مع القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى التشديد على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات للتخفيف من حدة التوترات، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للمناطق المقدسة بالقول والفعل. وبحسب بلينكين، فإن جولته الرابعة إلى المنطقة تؤكد التزام بلاده تعميق العلاقات الثنائية والروابط بين الشعوب وتعزيز الأمن الإقليمي والعالمي. هذا وتبذل مصر جهودا كبيرة لإحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، كما تواصل اتصالاتها المكثفة لتهدئة الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل. المزيد نتابعه في سياق العرض التالي.
هذا كما تواصل الإدارة الأمريكية مساعيها لتهدئة بالتنسيق مع دول المنطقة وبالأخص مصر. المزيد عن موقف إدارة بايدن من عملية السلام نتابعه في هذا العرض. والآن إلى مقر وزارة الخارجية المصرية لنقل وقائع المؤتمر الصحفي بين وزيري الخارجية الأمريكي والمصري. بين بلدينا ونحرص على تعزيز تلك العلاقة على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. نتنوع الموضوعات التي نوقشت خلال مباحثتنا عكست بجلاء التقارب الواسع في مصالحنا الاستراتيجية والاتساق الكبير في رؤانا تجاه العديد من القضايا، كما أظهرت أيضا وجود إمكانيات هائلة لتطوير شراكتنا الاستراتيجية في عديد من المجالات. معالي الوزير، تشرف صباح اليوم باستقباله فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، الطبيعة الاستراتيجية لهذه العلاقات، قدر التوافق القائم فيما بين رؤى البلدين سواء في مجال تطوير العلاقات الاستراتيجية فيما بيننا أو فيما يتعلق بتناول القضايا الإقليمية والدولية. نحن نعول كثيرا على التعاون المشترك بين مصر والولايات المتحدة في إطار تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، في دفع الجهود التنموية، في العمل على تحقيق الاستقرار وفقا للمبادئ الشرعية الدولية ووفقا للمصالح المشتركة التي نعمل على تعزيزها. ولا تزال منطقة الشرق الأوسط طبعا واحتلت قدر كبير سواء من مباحثات معالي الوزير مع فخامة الرئيس أو فيما يتعلق بمباحثاتنا الموسعة، فالقضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة خلال هذه المباحثات، والأهمية لتحقيق الاستقرار، لمنع أي نوع من التصعيد وإيجاد الإطار السياسي الملائم للتوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس مبدأ حل الدولتين. تأكيد أن التطورات الأخيرة هي تطورات مؤسفة، نعمل على احتوائها والتوصل إلى إعادة التهدئة وإعادة العمل على مراعاة مصالح كل الأطراف وأيضا استقرار المنطقة. تباحثنا خلال لقائنا أيضا فيما يتعلق بقضية سد النهضة وأهمية استمرار العمل المشترك للحفاظ على مصالح كافة الأطراف الثلاث وبما يحافظ على هذه المصالح وفقا لقواعد القانون الدولي والحقوق المشروعة في الحفاظ على الموارد المائية والأمن المائي المصري. أيضا تناولنا قضية ليبيا والسودان وأهمية العمل المشترك لمواجهة كل التحديات التي نعمل سويا على التغلب عليها. بالتأكيد أنه مواجهة الإرهاب، مواجهة التطرف من ضمن الأولويات الرئيسية. نعمل سويا من أجل عقد اللجنة الاقتصادية المشتركة خلال هذا العام بمناسبة الاحتفال بمئوية العلاقات، وهذا يزداد أهمية في ضوء الأجواء
الاقتصادية الراهنة والضغوط التي لا تواجه مصر منفردة ولكن تواجه كثير من الدول النامية في العالم، ونتطلع بأن يكون هناك فرصة لمزيد من الاستثمارات الأمريكية والعمل المشترك لمواجهة هذه التحديات والتغلب على هذه الصعوبات. برحب معالي الوزير مرة أخرى، ودائما سعيد بلقاءاتنا وأعتبره صديق ونظير، دائما كانت لقاءاتنا مثمرة وبتعمل في إطار خدمة مصالح المشتركة للبلدين، وسوف نستمر على اتصال وثيق خلال الفترة القادمة من أجل تحقيق مصالحنا المشتركة. تفضل معالي الوزير. أولاً مساء الخير جميعاً. وزير الخارجية شكراً على ضيافتكم الرائعة اليوم وأيضاً على الصداقة والشراكة على مدى سنوات. كما قال الوزير، عرفنا بعضنا البعض لسنوات طويلة، والوزير خدم كسفير في واشنطن، وأنا أقدر عالياً العلاقة التي تجمعنا على مدى سنوات. أريد أن أعبر عن تقديري للرئيس الذي استضافنا اليوم وعلى الحوار الجيد الذي جرى بيننا. اجتمعنا عدة مرات على مدى السنوات الماضية، ولا سيما في قمة القادة الأمريكية الإفريقية في واشنطن ومؤتمر المناخ في مصر، وأيضا في منتدى النقب، وهذه الحوارات تعكس مدى التزام وتقدير بلدينا لهذه الشراكة ومدى أهميتها أيضا للمنطقة والعالم على حد سواء. الولايات المتحدة ومصر ملتزمة تماما بهذه العلاقة الثنائية وتعميقها، وإحدى الأولويات المهمة في هذه العلاقة بناء تعاون اقتصادي على المدى الطويل لإفادة الشعب المصري والأمريكي، وأيضا الاستثمار في البنية الاقتصادية. وقد قمنا بدعم عقد بقيمة 600 مليون دولار لبناء كابل اتصالات تحت الماء لتوصيل اتصالات سريعة معتمدة من خلال مصر والقرن الأفريقي، وأيضا نساعد مصر في الاستثمار في مجال الطاقة الهوائية والطاقة الشمسية. ونريد أن نتأكد من أن الشركات الأمريكية تشارك في هذا السوق، ونحن نحاول أن نمضي قدما في الهيئة الاقتصادية المشتركة من أجل أن نبني على هذه العلاقات. والهدف هنا من خلال جميع هذه الجهود وكما ناقشنا اليوم حتى مع الرئيس هي أيضا تحقيق نتائج ملموسة للناس وخلق الوظائف وحياة معيشية أفضل ومستقبل أفضل للجميع. نحن نتشارك أيضا فيما يتعلق بأزمة المناخ، وهذه هي فرصة فريدة من نوعها أيضا لخلق الوظائف للناس. وقمنا بنقل تقديرنا على القيادة المصرية خلال مؤتمر المناخ 27، وكذلك جهودها في مجال التغير المناخي بما في ذلك تخفيف الانبعاثات مع حلول عام 2050. ونحن ندعم هذه الجهود من خلال شراكة عامة خاصة أيضا بين الطرفين. وهذه أزمة المناخ تؤكد على أهمية وجود حل دبلوماسي سريع لقضية سد النهضة، ونحن سمعنا من القيادة المصرية أن هذا هو أمر وجودي بالنسبة لمصر، ونحن ندعم أي حل يقوم بمراعاة مصالح جميع الأطراف ويراعي أيضا الحياة المعيشية للمصرية وللسودان وإثيوبيا. ومثل جميع النقاشات الصعبة، هذا يجب أن يجري من خلال روح المرونة من جانب جميع الأطراف للتعامل مع المصالح الوجودية التي تملكها مصر في هذا الخصوص. وعلى مدى التاريخ قامت مصر بترأس جهود للتعامل مع أكثر مشاكل العالم تعقيدا، وعملت على تعزيز السلام والأمن والرخاء في المنطقة، وتستمر في لعب هذا الدور وهو مهم جدا وحيوي للمنطقة. ومصر أيضا مشاركتها في منتدى النقب بين إسرائيل و
جيرانها من أجل خلق منطقة أكثر تكاملاً ورخاءً. وكان هنالك وفد من الولايات المتحدة ومصر قبل أسابيع بمشاركة من إسرائيل والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمغرب التي شاركت في منتدى النقب للتعامل مع بعض الأمور المهمة التي تؤثر على حياة جميع سكان المنطقة بما في ذلك الأمن الغذائي والرعاية الصحية والأمن في المنطقة. ومصر لعبت دورا مهما في تخفيف حدة العنف والتوتر بين الإسرائيليين والفلسطينيين بما في ذلك لعب دور وسيط للتوصل إلى هدنة في العام 2021 وأيضا العام الماضي في الأم. واليوم كما نرى هذا التصاعد المخيف في العنف ناقشت مع الرئيس السيسي ووزير الخارجية شكري كيف بإمكاننا أن نعمل سوية لتخفيف التوتر واستعادة الهدوء. ومصر تلعب وقيادتها تلعب دورا مهما في معالجة الأزمة في ليبيا وعقد الانتخابات في هذا العام هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل قابل للحياة وتأكد من حق الشعب الليبي باختيار قيادته والتقدم في مجال على أساس دستوري لعقد هذه الانتخابات سيكون مهما. نحن ندعم أيضا جهود ممثل الأممي في لعقد انتخابات سريعة في ليبيا كما ناقشنا أيضا جهودنا في دعم العملية السياسية في السودان والتحول نحو الديمقراطية. يعتمد مستقبل السودان على وجود حكومة تراعي مصالح جميع فئات الشعب ونحن سوف ندعم أي جهود تساعد على تحقيق الرخاء لجميع سكان المنطقة. حقوق الإنسان أيضا تتصدر أجندتنا اليوم وأيضا مع شركائنا حول العالم وفي نقاشاتنا مع دول أخرى والولايات المتحدة ترحب بالخطوات المهمة التي تتخذها مصر لحماية حرية دينية وحماية النساء ونرحب بعقد الحوار الدولي وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية ونحن نستمر بالحديث مع الحكومة لاتخاذ إجراءات لتحقيق تقدم فيما يتعلق في مجال حقوق الإنسان وفي بذلك إطلاق جميع السجناء السياسيين وتحقيق الإصلاحات للتأكد من أن بإمكان جميع المصريين التعبير عن أنفسهم دون أي عواقب وهذا ما أكدت عليه اليوم ونريد أن نتأكد من أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال حقوق الإنسان سوف يؤثر على جميع ما نقوم به وهو يؤثر علينا وعلى الكونغرس ولهذا السبب أنا أعرف أن الرئيس يقوم بالدخول في هذه الجهود. أيضا مصر تدعم جهودنا فيما يتعلق بأوكرانيا وهي ترفض أيضا جهود روسيا في ضم أوكرانيا بصورة غير مشروعة وهي تدعم جميع المصالح التي يتضمنها ميثاق الأمم المتحدة بما في ذلك حق كل دولة في احترام سيادتها وسيادة ووحدة أراضيها والدول حول العالم تراعي ما يحدث في هذا الخصوص. هذه الحرب في لها طبعا أثار وتكاليف كبيرة على الشعب المصري ومصر هي أكبر مستورد للقمح في العالم ومعظمه يأتي من روسيا وأوكرانيا. نريد أن نخفف من الأضرار التي حصلت والضغوط الاقتصادية التي تشعر بها مصر نتيجة لذلك ونريد أن نحقق الأمن الغذائي في هذا الخصوص بما في ذلك استثمار بقيمة 50 مليون دولار لدعم قطاع الزراعة المصري على مدى الجهود ونريد أن نساعد على التعامل مع المصادر القلق الأكثر أهمية نتيجة لهذه الحرب. في العام الماضي لقد شهدنا الذكرى المئوية الأولى للعلاقات المصرية الأمريكية ولكن في نهاية المطاف نحن نركز على مستقبلنا المشترك والذي كان محط نقاشاتنا اليوم وحديثنا. في الأمس عقدت محادثات مع بعض القادة المصريين من الشباب والذين يعملون في مجالات مختلفة واطلعت على كيفية عملهم وما هي رؤيتهم وكان
كيف يؤثر ذلك على مستقبل مصر؟ وأريد أن أقول أن مستقبل علاقاتنا مشرقا وقويا. لدينا الوقت لسؤالين لكل وزير. أستاذة منى سالم من قناة الإخبارية، دينا سالم. معالي وزير الخارجية المصري سامح شكري، طبعا العلاقة المصرية الأمريكية علاقة استراتيجية وممتدة على مدى عقود طويلة. الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا هي أزمة حادة، وتأثرت مصر بها في عدة مناحي، لكن هناك شعور لدى كثير من المصريين بأن مستوى الدعم الأمريكي في المجال الاقتصادي لا يرقى إلى مستوى العلاقات، وبما أن الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر اقتصادياً ورمانة الميزان في المنطقة. هل استشعرتم خلال الاجتماعات اليوم بأن هناك أي تغير سنشهده في حجم وطبيعة الدعم؟ طبعا سيادة الوزير بلينكن أشار إلى بعض المشروعات التي ربما ستنفذ في مجال الطاقة وإتاحات تمويلية أخرى، لو تلخص لنا ما تم الاتفاق عليه. شكرا. شكرا جزيلا. بالتأكيد أنه مصر تثمن العلاقة المصرية الأمريكية في شقها الاقتصادي، وما حققناه على مدى الأربع عقود الماضية من تطور في هذا المجال، بدءا بالمعونة الاقتصادية اللي كانت يتم توفيرها والتي تم تخفيضها اتصالا بالاحتياجات الخاصة بالولايات المتحدة واستجابة مصر لذلك. ولكن دائما نحن نتطلع إلى مزيد من التعاون والإسهام من قبل الولايات المتحدة لما لديها من قدرات الكل يعلمها وإمكانيات. بالتأكيد أن المشروعات التي ذكرها معالي الوزير هي مشروعات مهمة، ولكن هي مشروعات في نطاق محدد، نطاق فني. لكن الأزمة اللي بنواجهها ودول نامية كثيرة في الوقت الراهن، التضخم القائم، ضغوط في الأمن الغذائي، في أمن الطاقة، ارتفاع الأسعار، كلها تقتضي مزيد من التعاون في إطار العلاقة الاستراتيجية ومزيد من القدرات الأمريكية، سواء من خلال العمل مع مؤسسات التمويل الدولية أو من خلال العلاقة الثنائية. فاستشعرت من الوزير بلينكن تقدير وتفاهم لهذه الضغوط الاقتصادية ورغبة في الإسهام في رفع هذه الضغوط، ونأمل أن يكون الاجتماعات القادمة للجنة الاقتصادية المشتركة تؤدي إلى وضع إطار وآليات يكون لها تأثيرها، ونستفيد من الإمكانيات ليس فقط في إطار التعاون القائم فيما بين القطاعين الخاصين، وهذا تعاون مثمر لهما ومتسع، ومصر تستضيف كثير من الشركات الأمريكية، ولكن أيضا هناك من الآليات لدى الإدارة الأمريكية في إطار البنك ضمان الصادرات، في إطار ربما أيضا موارد تكون متاحة من قبل الولايات المتحدة تخفف العبء عن الشعب المصري وعن الاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة. وبالتأكيد لدينا طموح كبير، وعلى شركائنا أن يلبوا هذا الطموح في إطار العلاقة الاستراتيجية، في إطار المنفعة المتبادلة، وبأنه استقرار مصر وقوتها هو يسهم في تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية والتوازي في هذه المصالح وما أتت به من عوائد مباشرة بالنسبة للجانبين. سؤال معالي وزير الخارجية الولايات المتحدة، قناة العربية، الأستاذة نادية بالباسي، تفضلي. Thank you. Good to see you, Mr. Secretary, again. Prime Minister Netanyahu, in his cabinet meeting, threatened to deport Palestinian families of perpetrators of attacks against Israel. هجمات ضد إسرائيل.
وإسرائيل قامت بتدمير وتقوم أيضا بتدمير البيوت. هل ترون في ذلك عقاب جماعي؟ هل سيؤدي ذلك إلى مزيد من التصعيد؟ Just one question. Just one. تفضلي حضرتك عادي. Thank you very much. شكرا جزيلا. أولا وبسرعة فيما يتعلق بالسؤال الأخير، أريد أن أضيف إلى ما يتعلق بالعلاقة الاقتصادية. أنتم على حق، هنالك تاريخ طويل من العلاقات، وعلى مدى العقود الماضية قدمت الولايات المتحدة نحو 30 مليار دولار على شكل مساعدات اقتصادية لمصر، ولكن علينا أن نواجه أيضا التحدي الحالي، والتحدي الحالي هو على هذا النحو. مصر تماما مثلها مثل كثير من الدول تواجه عدة حوادث وتطورات تؤثر على الحياة اليومية للشعب المصري. هنالك التضخم المالي على المستوى العالمي، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وكثير من ذلك تفاقم بسبب الأمور التي تحدث في روسيا وغزوها لأوكرانيا، ومحاولة التعافي من كوفيد والتي أثرت على سلاسل التوريد، وهذا جميعه خلق عاصفة كبيرة تؤثر على حياة الناس. نحن ندرك ذلك ونعمل سوية لمعالجة هذا الأمر. ذكرت بعض الأمور التي نعمل عليها لمعالجة قضية الأمن الغذائي والطاقة، ولكن أريد أن أؤكد أن هنالك بعض المشاريع التي ذكرتها سابقا، فيما بذلك مشروع الكابلات، ولكن هنالك أيضا اللجنة الاقتصادية المشتركة، ونحن نتفق على ضرورة تحقيق أشياء ملموسة يمكنها أن تنتج نتائج تؤثر بصورة كبيرة، وستسمعون المزيد عن ذلك في الأسابيع القادمة، ولكن هذا هو جزء من التزامنا بتعزيز هذه العلاقة وأيضا زيادة التجارة بين البلدين. وأريد أن أذكر أن مصر تقوم بإصلاحات بموجب برنامج صندوق النقد الدولي وهي ناجحة. فيما يتعلق بالسؤال عن إسرائيل، لدي المزيد لكي أقوله في إسرائيل عندما أصل إلى هناك وإلى الضفة الغربية، وأريد أن تسنح لي الفرصة لكي أستمع إلى جميع الأطراف أولا. ولكن لا يوجد أي شك في أن هذه هي لحظة صعبة، رأينا ارتفاعا في الهجمات الإرهابية على مدى الأيام الماضية، ورأينا أيضا ارتفاعا في العنف على مدى الأشهر الماضية، وقمنا بإدانة الهجمات الإرهابية من قبل نائبة الرئيس والرئيس وأنا شخصيا، ونحن طبعا ندين خسارة الأرواح البشرية. نريد أن ننقل هذه الرسالة وأن نحث جميع الأطراف على تهدئة الأمور وتخفيف حدة التوتر والتصعيد. وتماما مثل مصر نقف وراء أهمية العمل على حل الدولتين، وأريد أن أقول أن مصر من خلال ذلك لعبت دورا مهما كما ذكرت، وجهود القاهرة في السنة الماضية وقبلها في تخفيف حدة التوتر وتخفيف أزمتين كانت مهمة، ومصر مثلنا تريد أن تدعم حل الدولتين على أساس تفاوضي، ونحن نريد أن ننهي هذا الصراع وأن أيضا نراعي وجود فرص متكافئة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. شكرا. أستاذ سمير عمر من سكاي نيوز عربية، تفضل. تحياتي. سؤال سريع لمعالي وزير الخارجية، يعني من كلام الوزير بلينكين وما صدر بالأمس عن الخارجية الأمريكية تأكيد على دور مصر في التهدئة واستقرار المنطقة، حتى يعني قبل قليل وبعد لقائه الرئيس السيسي أعاد التأكيد على هذا الأمر. هل ناقشتم مع الجانب الأمريكي دورا مصريا ربما أو شراكة بين مصر والقاهرة واشنطن في هذا الملف؟ هل يمكن أن نسمع في الأيام المقبلة بما يمكن وصفه بمبادرة أو تصور ما يجمع جهود القاهرة واشنطن في هذا السياق، وخاصة أن الوزير بلينكين سيتوجه في اليوم وغدا إلى فلسطين وإسرائيل؟ هل سيحمل هذا التصور؟ هل يمكن أن يكون هناك دور لمصر في هذا السياق؟
بالتأكيد أن هناك شراكة ممتدة ومستمرة فيما بين مصر والولايات المتحدة لتناول كافة قضايا الإقليمية وخاصة القضية الفلسطينية، والعمل على ليس فقط تهدئة الأمور وعدم تصعيد درجات التوتر، ولكن أيضا إيجاد المسار السياسي الملائم وفقا لقواعد الشرعية الدولية وفقا للتوافق الدولي على ضرورة التوصل إلى حل دائم وشامل من خلال عملية تفاوضية، مسار سياسي مبني على مبدأ حل الدولتين. جهود مصر سواء بالتعاون مع الولايات المتحدة أو شركائها الآخرين أو في إطار علاقتها الثنائية مع الأطراف كافة، سواء كان السلطة الوطنية الفلسطينية، إسرائيل، الأردن، الدول العربية الشقيقة، تعمل دائما من أجل تحقيق الاستقرار، تحقيق المصالح لكافة الأطراف، العيش المشترك، الخروج من هذه الأزمة وأثارها المدمرة على أمن واستقرار شعوب المنطقة بالكامل. والأفاق الرحبة لحل هذه الأزمة حل دائم وإقامة الدولة الفلسطينية على تغيير خارطة المنطقة تماما وإطلاق قدراتها وإمكانياتها. تأكيد أن التعاون مع الولايات المتحدة والتنسيق في ذلك أمر ضروري ومهم، ونحن نفعل ذلك ونطلع بأدوار داعمة لبعضنا البعض، وأيضا نصيغ رؤية فيها كثير من التوافق حول الخطوات التي نتخذها إزاء طرفي الصراع، وأي مبادرات يتم بلورتها تتم من خلال المشاورات والاتفاق على أفضل السبل لتحقيق هدفنا المشترك. أنا اتصالا أيضا السؤال من الزميلة من العربية، أتصور أنه من الأهمية التعامل مع كافة القضايا بمعيار واحد، وإنما نتحدث عن أهمية عدم اتخاذ إجراءات منفردة، عدم اتخاذ إجراءات تصعيدية تلهب المشاعر وتكون خارجة عن نطاق القوانين والشرعية الدولية. فمن الأهمية دائما أن نتحلى بالمصداقية، بأن نتعامل مع كافة الإجراءات وفقا لمعيار واحد، وفقا لاعتبارات المبادئ المقررة في القانون الدولي، في المواثيق الدولية والقواعد المرتبطة أيضا حقوق الإنسان، وكلها أمور مترابطة ولا يمكن أن تكون في معزل عن بعضها البعض. شكرا. لدينا سؤال أخير لمعالي وزير خارجية الولايات المتحدة، تفضلي إليزابيث هيجادورن من المونيتور. Secretary Blinken, first, does the U.S. see the attack attributed to Israel on الولايات المتحدة الهجوم في هجوم إسرائيل على المحطات النووية في أصفهان على أنه ضار؟ وثانيا، إدارة الرئيس بايدن أثارت مع المسؤولين المصريين قضية السجناء السياسيين بما في ذلك علاء عبد الفتاح ومحمد باقر، لماذا لا تدعو الولايات المتحدة إلى إطلاق سراحهم؟ شكرا. ليس لدي الكثير لكي أقوله فيما يتعلق بالمعلومات عن الهجوم في إيران، رأيت التقارير وليس لدي ما أقوله الآن، ولكن أقول بشكل عام أنه بالنسبة للولايات المتحدة وكثير من شركائنا في المنطقة من الضروري جدا لنا أن نستمر في التعامل ومحاربة الفصائل المختلفة التي تدعمها إيران في المنطقة وما وراء ذلك، والتي تهدد الأمن والاستقرار والحياة البشرية ودعمها أيضا للإرهاب ودعمها لإجراءات تعزز من الاستقرار في المنطقة، تقود الاستقرار عفوا في المنطقة، ودعمها للهجوم والعدوان الروسي على أوكرانيا ومساعدتها بالتكنولوجيا العسكرية. ونرى أيضا ما يحدث في شوارع إيران والناس يحاولون أن يتصدوا وأن يرفعوا أصواتهم للتعبير عن أرائهم ولا يسمح لهم بالقيام بذلك، وبالتالي فإن هذا هو الجزء من الحوار الذي نعقده في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك مصر وإسرائيل وشركاء آخرين. فيما يتعلق بحقوق الإنسان والقضايا الفردية، قمت بإثارة هذه المواضيع في السابق وأيضا اليوم
قضايا أفراد، هذا موضوع مهم، ونريد أن نرى تحقيق تقدم فيما يتعلق بتغيير مستدام. وأشرت أيضا إلى أن مصر اتخذت إجراءات هامة في هذا الخصوص فيما يتعلق بحماية الحريات الدينية وتمكين المرأة، وخطوات الآن للدخول في حوار وطني ومن خلال لجنة الشركاء، لجنة العفو الرئاسية عفوا. وهنالك الكثير المتبقي في، ونحن نعتمد إلى روح الشراكة التي تجمع بيننا، وقمنا بالتعبير عن هذه القضايا بصورة واضحة. لا يمكنني أن أجيب لماذا لا تقوم الحكومة أو تقوم بأشياء مختلفة، هذا يرجع إلى تقديرها الخاص، ولكن نعبر عن آرائنا ومصادر قلقنا وندعو إلى اتخاذ إجراءات مستمرة. Thank you. تابعنا إذن مؤتمرا صحفيا لوزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في مقر وزارة الخارجية المصرية بالقاهرة. تناولت المباحثات إذن الجهود المصرية والأمريكية لوقف التصعيد الحاصل بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك القضايا الإقليمية المشتركة، الدعوة إلى انتخابات ليبيا بأواخر هذا العام، والدعم والجهود الكبيرة التي تقدمها واشنطن للقاهرة خصوصا في ظل الضغوط الاقتصادية الحاصلة جراء الحرب في أوكرانيا. إذن نتحول الآن إلى زميل أحمد بشتو لمزيد من التحليل والمتابعة مع ضيوفه الكرام. إليك أحمد. شكرا فيروز وأداليا ومشاهدينا الكرام، أهلا بحضراتكم. أذهب سريعا إلى ضيفنا من القاهرة دكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، كما ينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور أشرف سينجر أستاذ السياسات الدولية. أبدأ معك دكتور عزت، يعني كما تابعنا في المؤتمر الصحفي يبدو هناك اتفاق واتساق في المواقف فيما يخص حل القضية الفلسطينية، فيما يخص تهدئة التوترات الحديثة الآن، وبلينكن على بعد ساعات من زيارته لرام الله وإسرائيل، فما الذي سيمكن حمله الآن أمريكيا لحل التوتر هناك وإعادة الأمور إلى طبيعتها؟ أنا أعتقد أنه اليوم شاهدنا استعراض شامل للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، وبالتأكيد انتقلنا من العلاقات الثنائية إلى الوضع الإقليمي المتفجر في إسرائيل والوضع في القدس. بالتأكيد الولايات المتحدة سيكون لها دور مهم في الزيارة القادمة لبلينكن خلال ساعات في إسرائيل، محادثاته مع نتنياهو ثم مع الرئيس الإسرائيلي ووزير خارجية الإسرائيلي، سينقل الرؤية المصرية التي تخص أنه لابد من التحرك في اتجاه خفض التصعيد من خلال وقف كل هذه الإجراءات الجائرة ضد الفلسطينيين العزل في القدس والأراضي الفلسطينية. من الواضح أن هناك اتفاق شامل فيما يخص الرؤية تجاه كيفية التحرك إلى الأمام. التحرك إلى الأمام لابد أن يرتبط بمسألة أنه التزام الحل السياسي والتزام بحل الدولتين، وهذا ما أكد عليه الوزير سامح شكري والوزير بلينكن. مسألة الوصول إلى مسألة حل الدولتين لابد أن يكون هناك إطار واضح، وهذا الإطار السياسي لن يتحقق بدون أن يلتزم كل طرف بمتطلبات التحرك نحو الحل. المسألة أنه الخفض الفوري أو وقف التصعيد الفوري في الأراضي الفلسطينية، أعتقد أنه العبء التنفيذ يقع على الجانب الإسرائيلي. ما سيحاول بلينكن، وهو اختار كلماته بدقة شديدة في المؤتمر الصحفي حتى يسمح بأن تكون هناك مساحة للنقاش مع الإسرائيليين بشكل مفتوح، ويستطيع أن يصل إلى يعني توافق حول كيفية وقف هذا التصعيد. أعتقد أنه نحن أمام وضع حالي بيرتبط بمسألة أنه الحكومة اليمينية في إسرائيل تحتاج إلى أن يظهر المجتمع الدولي وتظهر الولايات المتحدة أنها ضد كل هذه الإجراءات
الجائرة ضد الفلسطينيين، وأنها لابد أن تتخذ موقفا مرنا حتى لا، لأن ذلك سيؤثر كثيرا على أمن إسرائيل قبل الفلسطينيين. طب دكتور أشرف سينجر، يعني صحيفة الواشنطن بوست تحدثت اليوم عن أن هبوط طائرة بلينكن في الأراضي الإسرائيلية سيضعها في بؤرة الأحداث، فبالتالي يجب أن تقوم بدور ما لتهدئة ما يحدث، رغم وجود يعني توترات من الجانب الإسرائيلي. وزير الدفاع الإسرائيلي يعيد الانتشار، وزير الأمن الداخلي ربما يطالب بإجراءات أكثر قسوة ضد الفلسطينيين، فبالتالي ما الذي يمكن أن تضغط به واشنطن في زيارتها الآن وقد وجدت دعما مصريا كبيرا في كما رأينا في هذا المؤتمر الصحفي؟ بالتأكيد بلينكن حصل من القاهرة على تلخيص مهم ودعم من القيادة السياسية الرئيس السيسي وكل الأجهزة المعاونة في تهدئة الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. يعني أكثر من صحيفة أمريكية تناولت زيارة بلينكن بكثير من الاهتمام، وكان طبعا أهمها بأن تقويض رئيس الوزراء نتنياهو للمحكمة العليا في إسرائيل لصالح المتشددين الدينيين بتفتح خطوط نار، وليس هناك دعما لإسرائيل في تحديات الملف الإيراني قبل أن تضبط إسرائيل وضعها الداخلي في التعامل مع المتشددين، الذي انعكس على طبعا ما حدث في فلسطين الآن. هناك لوم كبير على عدم حرفية القوة الإسرائيلية في التعامل مع القضايا الأمنية، وده طبعا دفع إلى رفض السلطة الفلسطينية استكمال التنسيق الأمني، ودي طبعا تعتبر ضربة قاضية لكل تاريخ العلاقات الأمريكية مع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. في ظني أن الدبلوماسية أو السياسة ليس لها مكان الآن بكلمات رنانة، ولكن الأطراف تحتاج إلى فعل وعزم بضبط الحكومة الإسرائيلية، ضبط التشدد، وإعطاء للفلسطينيين حقوق حقيقية يستطيع أن يبنوا عليها سلاما حقيقي، تستطيع أن الدولة الأمريكية تظل وسيط، ويبدو أن التحدي أن تكون نزيها يظل دائما سؤالا مهما، بأن تكون نزيها كي تحقق السلام الحقيقي. أن تكون نزيها، دكتور عزت إبراهيم في القاهرة، يعني ليس أمام الولايات المتحدة الآن إلا أن تكون نزيها في وضع شديد التوتر، في وضع ربما يشي بمزيد من التوتر في المستقبل، فبالتالي يمكن أن نرى ضغوطا أمريكية أكثر على الجانب الإسرائيلي في إعادة التهدئة مرة أخرى، وعلى الجانب الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني أيضا فيما يخص ربما التعاون بشكل أكبر حتى نصل إلى حل الدولتين، وهو ما اتفقت عليه واشنطن والقاهرة اليوم. أنا أعتقد أنه يعني سوف أخذ مما قاله قبل الختام السفير سامح شكري وزير الخارجية عندما قال أنه لا بد من احترام حقوق جميع الأطراف بشكل متساوي وبشكل عادل. هذا بالقطع لابد أن تكون في صلب الرؤية الأمريكية الجديدة، أنه ما وصفه الوزير الأمريكي بأنه التصعيد المخيف في الأراضي الفلسطينية أو بين إسرائيل والفلسطينيين هو بالفعل هو تصعيد مخيف، لابد أن يدق جرس الإنذار في واشنطن بشأن أنه هذا الصراع ممتد، وأنه هناك تفاقم الأوضاع سيؤدي إلى نتائج كارثية، وبالتالي لابد من التعامل بشكل أكثر شفافية وبشكل أكثر توازنا بين الطرفين، وعدم الضغط على الجانب الفلسطيني، لأنه مسألة أنه القيام بتسليح المستوطنين في مواجهة شعب أعزل أعتقد أنها سيكون لها نتائج كارثية، ليس فقط على إسرائيل ولكن على السياسة الأمريكية بشكل عام في الشرق الأوسط. و كل ما تحدث عنه الوزير الأمريكي عن مسألة أنه السلام سوف يأتي بالمزيد من التعاون الإقليمي ودمج إسرائيل في المنطقة، هو لن يتحقق بدون أن يكون هناك تفاهم للأوضاع الإنسانية والحقوق السياسية للفلسطينيين على الأرض.
طب دكتور عزت، أيضا ربما هناك توافق كثير بين القاهرة وواشنطن كما جاء في لقاء الوزير بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكما شاهدنا في المؤتمر الصحفي بين الوزيرين بلينكن وشكري في ملفات الخاصة بليبيا، في الملفات الخاصة بسد النهضة، في إعادة الأوضاع إلى استقرارها في السودان، وهناك إعادة مرة أخرى لصياغة تفهم موقف مصر فيما يخص سد النهضة وحقوق الأطراف في المياه. فبالتالي يعني هناك ما يشي بوجود جهود أمريكية أكبر بعد هذه الزيارة خاصة بهذه الملفات؟ أعتقد أنه هناك تغيير طفيف في اللغة المستخدمة من جانب الوزير الأمريكي في هذا الشأن، وأنه مسألة أنه التفهم للحقوق المائية المصرية، وأن هذا مسألة وهذه مسألة تعتبر حياة أو موت بالنسبة للمصريين، هي أعتقد أنها يعني نقطة مهمة يجب البناء عليها، وأن تكون هناك بالفعل نتمنى أن تكون هناك رؤية أمريكية تنطلق من مسألة أنه التدخل الإيجابي وليس بالبيانات وليس بالتأكيد على هذه المسائل مرارا وتكرارا، ولكن أن يكون هناك بالفعل آلية وأن تكون هناك خطوات أمريكية في اتجاه الحل وفي اتجاه أن جمع جميع الأطراف مثلما حدث في واشنطن قبل سنوات، لكن هذه المرة الأمور أكثر تعقيدا وصعوبة، وبالتالي الأمر يحتاج إلى توجه أمريكي أكثر صرامة وأكثر صعوبة أيضا في ليبيا، رغم تأكيد الوزير الأمريكي على تأكيده على الجهود المبعوث الأممي في ليبيا التي ربما ستنتج انتخابات قريبة. هل يمكن أن تضغط واشنطن على الأطراف في ليبيا لحل أزمتهم بشكل يتوافق مع الرؤية المصرية أيضا؟ لغة الدبلوماسية الأمريكية هذه المرة أعتقد أنها أكثر صرامة وأكثر قوة في التعامل مع الشأن الليبي الداخلي وضرورة اللجوء إلى العملية الدستورية وإجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن لتمكين الشعب الليبي من اختيار قياداته. أعتقد أنه هذا الطرح الأمريكي بهذه القوة وبالمنطق واضح وبكلمات واضحة، أعتقد أنها تعني أنه الولايات المتحدة الآن تقف وراء الجهود الدولية، تقف وراء الأمم المتحدة في هذا التحرك، وربما نجد أنه الفترة القادمة تطور في هذا الاتجاه بناء على كم هذه الضغوط الأمريكية والدولية والإقليمية. طيب دكتور أشرف سينجر في كاليفورنيا، يعني نعتقد أن الموقف الأمريكي الآن ربما يجد سهولة أكبر في التحرك على الأرض في المنطقة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ملفات الاقتصادية الموجودة بين القاهرة وواشنطن، ومصر والولايات المتحدة يحتفلان بمرور عقد كامل من مرور قرن كامل من العلاقات بين الدولتين، فبالتالي هناك اتحاد اقتصادية أكبر بين الجانبين ربما نراها في اللجنة الاقتصادية المشتركة التي ستعقد قريبا. بالتأكيد، هو طبعا الرئيس السيسي فكك كل الألغام التي كان يعني يستخدمها اللوبي او اللوبي المضاد لمصر في الكونغرس او في واشنطن، من قضايا حقوق الانسان لدعم المراه لتمكين الشباب. يعني الولايات المتحده او الحزب الديمقراطي تاريخيا كان عنده قضايا دايما يعاكس بها القاهره اكثر من البحث عن القضايا الجوهريه. انا افتكر ان زياره بلينكن ولقائه طبعا مع الطلاب المصريين في الجامعه الامريكيه واستعرض أهمية دور الشباب وأثنى على السياسة المصرية وسياسة الرئيس السيسي في دعم كل هذه القضايا. الآن نستطيع القول أن الولايات المتحدة وجمهورية مصر العربية أصبح عندهم قضايا حقيقية لنمو العلاقات بعد مرور 100 عام والاحتفال بها، وحتى الخارجية الأمريكية أسهبت وأسهمت في كثير من أبعاد التعاون، وأن مصر دولة استراتيجية للولايات المتحدة. العلاقات الدولية هي علاقات مصالح، ولا ننكر أن زيارة بلينكن إلى القاهرة الآن تأتي ومراقبة لعلاقة القاهرة المتوازنة مع كل القوى الصاعدة كالصين. لا ننسى أن الصين في المعادلة الأمريكية الآن، والزميلة دينا سالم في هذا اللقاء حينما أشارت بأن الأمريكيين يجب أن يبذلوا جهدا
في وبحثا ودعما في علاقات اقتصادية بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، يعني ده إشارة دقيقة على أن يجب أن تفهم أو نفهم جميعا أن تطور العلاقات السياسية يجب أن يكون مدعوما بعلاقات اقتصادية وعلاقات تجارية. أحب أن أضيف أيضا في القضية الفلسطينية أمرا مهم مرتبط أيضا بالعلاقات الاقتصادية والتجارية. إذا زادت القضايا التي تهم الأمن المصري والأمن الإقليمي كليبيا أو السودان، ربما ده يدفع على القاهرة بأنها لا تعطي مجهودا كبيرا لدعم القضية الفلسطينية كما كان في السابق. وهذا كلام ليس لي ولكن على لسان زملاء وباحثين أمريكيين مراقبين للشأن العلاقات المصرية الأمريكية. يجب أن يعني يوضح هذا، ويعني وإحنا يعني بنشير في تحليلنا وتأكيدنا على أن العلاقات التجارية المصرية يجب أن تزيد أكثر من هذا وأن تكون داعما. هذا أيضا دكتور عزة، أنقل الحوار أو السؤال لدكتور عزة إبراهيم في القاهرة قبل أن يغادرنا. يعني هذا الكلام أكد عليه الوزير شكري أهمية أن تكون هناك علاقات اقتصادية وتعاون اقتصادي أكبر في المجال التجاري. ربما الوزير بلينكين عدد كثيرا من المعوقات الاقتصادية التي تواجه مصر كما تواجه عددا من دول العالم، ارتفاع كبير في نسب التضخم، مشاكل ما بعد كوفيد وغيرها. فبالتالي هناك يعني الآن أرضية كبيرة وتعاون أوسع ربما نراه كما تحدث بلينكين خلال أسابيع، يمكن أن نرى أخبارا في هذا الإطار. يعني احنا لدينا اطار عام بيحكم العلاقات الثنائيه بين مصر والولايات المتحده، العلاقات الاستراتيجيه بين البلدين، وهو الحوار الاستراتيجي الذي يتم تفعيل بنوده واحدا تلو الاخر، ومنها اللجنه الاقتصاديه التي تم الاتفاق عليها في الحوار الاستراتيجي. وبالتالي هذا الكلام لم يكن مفاجئا، بل اعتقد انه هناك رؤيه واضحه في الاداره الامريكيه الحاليه بضرورة البناء على ما تحقق وتشجيع الخطوات على أصعدة عديدة في مصر، منها الملف الاقتصادي والملف التجاري مع الولايات المتحدة، وأيضا مسائل مثل ما أشار إلى التقدم في مسائل حقوق الإنسان وغيرها من الملفات التي تعني الولايات المتحدة في علاقتها الاستراتيجية مع مصر. بالتالي أنا أرى أنه من البديهي أن تبادر الولايات المتحدة بالفعل بأنها مزيد من الخطوات لأنه لوطأة الأزمة الحالية سواء على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي في مصر، لمزيد من التعاون الاقتصادي مع مصر وتقديم المزيد من الدعم في الكونغرس الأمريكي لمصر، وعدم اللجوء إلى إجراءات تؤدي إلى الرجوع إلى الوراء في العلاقات الثنائية بين البلدين. أشكرك يا ضيفنا من القاهرة دكتور عزة إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي. وأذهب بسؤالي التالي للدكتور أشرف سينجر أستاذ السياسات الدولية في كاليفورنيا. يعني ملف حقوق الإنسان كان حاضرا أيضا في الأسئلة من الصحفيين وربما في النقاشات أيضا، وربما تبدو واشنطن أكثر تفهما للإجراءات المصرية الخاصة بملفات حقوق الإنسان بكل أشكالها. يعني هذه المرة هناك لهجة مختلفة أمريكية تبدي تفهما وتبدي تقديرا لما قامت به القاهرة في هذا الملف. بالتأكيد، لأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدم نموذجا من الشفافية منذ تقلد السلطة، وتعامل الولايات مصر مع الولايات المتحدة مبني على الوضوح ومناقشة القضايا التي تهم البلدين بشكل كبير. كان هناك حديثا عن حقوق الإنسان في السابق، الرئيس السيسي وضع استراتيجية للجم كل الانتقادات باعتبار أن هناك تشريعات وهناك استراتيجية مبنية على القانون وعلى الحوار الوطني، وأمن الدولة يقع في أعلى المهام لحماية الدولة المصرية. وبالتالي هذه القضية يعني في ظني أنها خفتت وليست لها أهمية، ولكن هناك إشارة وإشادة من الأمريكيين بتحقق كل هذه الإنجازات على مستوى حقوق الإنسان، دعم المرأة، دعم الشباب، تمكينهم. يعني الدولة المصرية بتخطو نحو عمل مؤسسي مبني على توازن حقيقي
بيدل على ان اقتراب مصر من وهذا ما اكد عليه الوزير انتوني بلينكن في هذا المؤتمر الصحفي. اشكرك جزيل الشكر دكتور اشرف سينجر استاذ السياسات الدوليه حدثنا من كاليفورنيا. الان اعود مره اخرى الى زميلتي داليا وفيروز. شكرا احمد. ونبقى ايضا نحن بطبيعه الحال في ذات السياق. وقال نائب وزير الخارجيه الروسي سيرجي ريابكوف إن الدول الغربية لم تقدم أي مبادرات جدية لحل الأزمة الأوكرانية. وأشار ريابكوف إلى أن الولايات المتحدة المستفيد الرئيسي من الصراع خاصة من إمدادات الأسلحة من الدول الأوروبية إلى كييف. وأضاف المسؤول الروسي بأنه ليس هناك معنى للتفاوض مع أوكرانيا في ظل تزويدها بالأسلحة. ختاما لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net. كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر انستغرام ويوتيوب. ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال أو رأسي. كما يمكنكم أيضا تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمامكم. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء هنا القاهرة عاصمة الخبر.